السنه الاساسيه، لانه مش هيحط الكلمات جنب بعض زي الكوب كده، صح ولا لا؟ يجيب الفعل، انت حافظ قليب عارف ان هو يذهب، فما انت لقيته اي او لقيته ار او معايا ولا، يبقى انا لو انا مش مذاكر الزمن مش عارف ان ده فعل. يبقى راجع الكلمات ولو حتى قرايه سريعه، اراجع على الافعال الاساسيه في الازمنه الثلاثه المهمه اللي هو ايه هنا؟ البريزون باسي كومبوزي والفيوستر، دول اهم ثلاث ازمنه عندنا بنشتغل على اساسها. ثالث حاجه بقى ان انا اتدرب احل وثيقه واثنين وثلاثه، ولو لقيت الامتحان ان شاء الله ما عندكش وقت هات وثيقه او اثنين انت حليتهم قبل كده. مفيش داعي تحل حاجه جديده ليله الامتحان عشان ما تتلبكش. يعني هتحل مش عارف هي صح ولا غلط، انما اجيب حاجه انا حليتها قبل كده علشان اشوف انا كنت فاهم كويس، طب الغلطه انا ما بعتفعش ما اعرفش فيها تاني. السؤال اللي بعديه ده عليه اربع درجات. اربع درجات. بس في ساعات بتبقى اسئله في الوثيقه، يعني مثلا في بريو فوق ممكن تمشي فريم وممكن تمشي فوق وبيبقى بيحصل فيها جدل كبير. اذا حصل حاجه اسمها فريم وفوق وحاجه مش ماشيه مع الوثيقه، اتاكد بس ما جاتش قبل كده في الامتحان الثانويه العامه، ممكن يكون حاجه اسمها بلوتات او النسبي بعض. لو سمحت ممكن